نرحب بثورة الشعب السوري الذي يسعى نحو الحرية، وأن تتوقف الدماء الزكية من هذا الشعب العظيم. مشعل الذي احتضنته سوريا كمقاوم يتيم يبحث عن ملجأ يأويه. الخروج من سوريا كان قرار قيادة الحركة وأنا على رأسها. أكد مصدر إعلامي أنه لا صحة لكل ما تتم إشاعته ونشره من تصريحات حول عودة أي علاقات مع حركة حماس، مشيرا إلى أن كل ما يتم تداوله من أنباء لم ولن يغير من موقف سوريا من هؤلاء الذين لفظهم الشعب السوري. حددنا موقفنا مما جرى في سوريا ويجري في سوريا، حددناه لأننا لا يمكن أن نكون إلى جانب نظام يقتل شعبه. أن تشبه سوريا التي دافعت عن الفلسطينيين على مدى عقد من الزمن ودفعت ثمن ذلك أن تبخل حماس عليها برد على القرضاوي، هذه كانت بداية تدهور العلاقة وفقدان الثقة بيننا وبين حماس. يعز عليها أن تنخرط أن ينخرط حزب الله بهذا الشكل المباشر في المعارك داخل سوريا. للأمانة لا توجد صلة الآن مع النظام في سوريا. خروجنا من سوريا لا شك يعني أثر على العلاقة مع إيران. سوريا الآن تعيش أزمة. قطعا لدينا وفاء لهذا النظام. نحن نحب سوريا ولا نريد أن نقف مع القيادة ضد الشعب ولا أن نقاتل مع الشعب ضد القيادة. القيم والمبادئ حماس منذ أن نشأت هي ملتزمة بهذا ولا يمكن أن تخرج عن ذلك. السؤال، هل سيقبل الشعب السوري باحتضان حماس كما احتضنها في السابق؟ إن شاء الله تعالى نحن نطوي كل أي صفحة مؤثرة هنا وهناك في الماضي، أي فعل فردي هنا وهناك فهو فعل خاطئ لا تقره قيادة الحركة ولم تقره قيادة الحركة.